اليوم دار الإفتاء تصف له عدالة شهر شوال من خلال لجان شرعية والعملية بمختلف أنحاء الجمهورية. قصف روسي مكثف على شرق وجنوب أوكرانيا، وبريطانيا تشكك في صحة ما تعلنه موسكو حول تقدمها الميداني في عدد من الجبهات. الرئيس الكوري الشمالي يهدد باللجوء مجددا إلى السلاح النووي بشكل استباقي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل للأخبار. تستطلع اليوم دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال عام 1443 هجرية عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية العملية والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. هذا يعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية من خلال دور وهيئات والإفتاء في العالم نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بعد مغرب اليوم بنصف ساعة. استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني في 28 من عمره من بلدة عزوان الواقعة في شرق مدينة قلقلة بالضفة الغربية المحتلة عقب قيام جنود إسرائيليين بإطلاق الرصاص عليه. وجاء استشهاد الشاب الفلسطيني عقب مقتل حارس أمن في مستوطنة أربيل الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في عملية نفذها مسلحان فلسطينيان قبل أن يلوذ بالفرار. وافق مجلس الأمن الدولي على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حتى نهاية شهر يوليو القادم. لثلاثة شهور فقط جدد مجلس الأمن بالإجماع مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا بعد أن رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقد الفيتو طلب بريطانيا تجديد البعثة لمدة عام طالما لم يتم تحديد مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا. لذا تضمن قرار التجديد مطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالإسراع في تعيين المبعوث الجديد وتقديم تقرير شهري حول تنفيذ القرار. نشجع البعثة على أن تكثف من جهودها في الدفع قدما بالعملية السياسية والمسارين الأمني والاقتصادي، ونأمل في أن يتم اعتماد قرار موضوعي ومتكامل يتناسب مع مجريات الأحداث في ليبيا مستقبلا، ونؤكد على أهمية استمرار هذا المجلس في التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. منذ استقالة المبعوث السلوفاكي يان كوبش في نوفمبر من عام 2021 ينتاب مجلس الأمن الخلافات حول العملية السياسية في ليبيا، الأمر الذي تسبب في عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في البلاد لأكثر من 4 أشهر منذ ذلك الحين. كما دعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية في البلاد، خاصة وقف إطلاق النار الذي تم اتخاذه في 23 من أكتوبر عام 2020. منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تواجه ليبيا صعوبة في الخروج من دوامة الانقسامات والعنف التي جاوزت عقدا من الزمان، وبسبب الخلافات بين شرقي البلاد وغربها أصبح في ليبيا منذ عام 2014 حكومتان، جاء أحدثهما في مارس الماضي حكومة وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة التي حصلت على موافقة مجلس النواب في الشرق، والأخرى في الغرب يقودها عبد الحميد دبيبة بعد تشكيلها بموجب اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة. ويرفض والجوف وصعدة وحجة وتعز والضالع خلال 48 ساعة الماضية. وذكر الجيش أن الخروقات عبارة عن محاولات لتسلل مجاميع حوثية لمواقع الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على المواقع بكافة الجبهات.
إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كثفت القوات الروسية من قصفها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، وبخاصة حول مدينة خاركيف الاستراتيجية، حيث أعلنت الإدارة المحلية المدنية للمدينة مقتل شخص واحد على الأقل وجرح آخرين. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت استخدامها للمرة الأولى أسطولها من الغواصات بالبحر الأسود في قصف للأهداف العسكرية الأوكرانية بصواريخ كروز من طراز كليبر. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المخابرات البريطانية بيانا شككت فيه صحة الأنباء التي تعلنها موسكو حول تقدمها في شمال شرق أوكرانيا، مشيرة لأن عدم انتظام الدعم الجوي ترك روسيا غير قادرة على الاستفادة كليا من حشودها القتالية في تلك المناطق. في المرة الأولى التي تستخدم فيها أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، استخدمت روسيا غواصة تعمل بالديزل في البحر الأسود بضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز كاليبر. وزارة الدفاع الروسية نشرت مقطع فيديو يظهر وابلا من صواريخ كاليبر تنطلق من البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية. ولا تزال معركة دونباس هي محور التركيز الاستراتيجي لروسيا في حرب أوكرانيا من أجل تحقيق هدفها المعلن بتأمين السيطرة على منطقتي دونياسك ولوغانسك، حيث اتسم القتال في المنطقتين بأنه محتدم بشكل خاص حول ليسيتشانسك وسافرودوناسك، مع محاولة للتقدم جنوبا من إزيوم صوب سلوفيانسكا. ويرى خبراء عسكريون غربيون أن الهجوم الروسي في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا يتقدم ببطء وبطريقة غير منتظمة عن موعده المحدد بسبب مقاومة الجيش الأوكراني. ولفتوا إلى أن الروس بعيدون من الالتقاء بالجيوش التي دخلت من منطقة خاركيف في شمال دونباس وبالجيوش الآتية من جنوب البلاد، وهو أحد أهداف الجيش الروسي لمحاصرة القوات الأوكرانية المنتشرة على الجبهة حول منطقتي دونياسك ولوغانسك. وقالوا إن الروس يواصلون تهيئة الظروف لهجوم مستدام وأكبر وأطول، لافتين إلى أن القوات الروسية لا تريد ارتكاب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في كييف، حيث جمدت صفوف من الدبابات من قبل القوات الأوكرانية المسلحة بقاذفات صواريخ محمولة على الكتف. أما نيران المدفعية والغارات الجوية التي يشنها الروس على القوات الأوكرانية فليس لها التأثير المطلوب، لأن الأوكران يواصلون المقاومة. وذكر مسؤولون غربيون الجمعة أن خسائر روسيا البشرية في أوكرانيا انخفضت مع تقلص نطاق الهجوم، لكن الأرقام لا تزال كبيرة للغاية ولها تأثير كبير على رغبة القوات الروسية في القتال. وأقرت أوكرانيا الجمعة بأنها تتكبد خسائر كبيرة في الهجوم الروسي على شرقها، واعترفت أوكرانيا بخسارتها السيطرة على بلدات وقرى هناك منذ بدء الهجوم الأسبوع الماضي، لكنها قالت إن المكاسب التي حققتها موسكو جاءت بثمن باهظ للقوات الروسية المنهكة بالفعل من هزيمتها السابقة قرب العاصمة كييف. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من المفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا، وقال أنها صعبة لكنها مستمرة يوميا. وحضرت كييف من المحادثات بشأن إنهاء الغزو الروسي الذي دخل شهره الثالث الآن معرضة لخطر الانهيار. وأصر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي منذ بدء الغزو في 24 من فبراير على ضرورة تجديد العقوبات الغربية على روسيا وعلى أنها لا يمكن أن تكون جزءا من المفاوضات. كانت أجواء المفاوضات بين الجانبين قد توترت بسبب مزاعم أوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء انسحابها من المناطق القريبة من كييف. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفض التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بمشاركة روسيا في المجتمع الدولي أو في مؤسسات دولية كالمعتاد، وذلك بعد أن وجهت لها أندونيسيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، ومثله لنظيره الأوكراني زيلنسكي.
سجال دولي أثاره إعلان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعوته لكل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى حضور قمة مجموعة العشرين التي يفترض عقدها في نوفمبر المقبل في إندونيسيا. هذا الإعلان أثار على الفور حفيظة الولايات المتحدة التي أعلنت أنه لا يمكن التعامل مع الرئيس الروسي كالمعتاد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن وعلى لسان المتحدث باسم البيت الأبيض أبدى علنا معارضته لوجود الرئيس بوتين في قمة مجموعة العشرين، لكنه رحب بدعوة الأوكرانيين لحضورها. وكشف اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في أبريل الجاري في واشنطن عن وجود انقسامات عميقة بين مجموعة الاقتصادات الكبرى في العالم تمثلت في مقاطعة بعض الاجتماعات من جانب الولايات المتحدة وعدد من حلفائها احتجاجا على مشاركة الروس. في المقابل أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي يتمنى النجاح لرئاسة إندونيسيا في مجموعة العشرين، مؤكدا أن موسكو ستشارك في هذه القمة المقبلة دون تحديد شكل هذه المشاركة. وتعرضت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام لضغوط شديدة من الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من القمة المرتقبة، ولكن جاكرتا أصرت على أن كونها مضيفة للقمة يلزمها البقاء على الحياد. جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تأكيده على أن بيونج يانج يمكن أن تستخدم بشكل استباقي الأسلحة النووية حال تعرض المصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد محتمل. وشدد أون على ضرورة المواصلة لتطوير الترسانة النووية الشمالية باعتباره طوق النجاة الخاص الذي يضمن أمن البلاد. على بكين تجديد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس حسب ما أعلن مسؤول اليوم مع بدء عطلة عيد العمال والتي خيم عليها ارتفاع أعداد الإصابة في العاصمة، في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية في مدينة شنغهاي الصينية أنه لم يتم تسجيل إصابات بكوفيد 19 خارج منطقة الحجر الصحي. أعلنت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل نحو 3688 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى نحو 43,075,864 حالة. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل أيضا 50 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة. ضعف انقطاع التيار الكهربائي من معاناة ملايين الأشخاص في غمرة موجة حر تضرب الهند وباكستان. في خضم موجة حر تضرب الهند وباكستان، فقام انقطاع التيار الكهربائي من معاناة ملايين الأشخاص، فيما ألقى علماء باللائمة على ظاهرة التغير المناخي كسبب مباشر في الارتفاع الشديد للحرارة مع بداية الصيف. ففي ولاية هيماشال برادش شمال الهند اندلعت مئات من الحرائق وأتت على غابات الصنوبر بما يشمل محيط دار مسالا مسقط رأس دالاي لاما. وعادة ما تشهد هيماشال برادش تساقط أمطار وبرد وحتى ثلوج في المرتفعات في هذه الفترة من العام، لكن مناطق عدة لم تسجل تساقط أمطار منذ شهرين ما فاقم وتيرة الحرائق الكبيرة. وجاء انقطاع الكهرباء في كل من الهند وباكستان لأسباب منها نقص الفحم بعد تسجيل حرارة مرتفعة بشكل غير عادي في شهري مارس وأبريل، ما تسبب في تزايد الطلب على الطاقة وأدى إلى نقص المخزون. وفي الأسبوع الماضي انقطعت الكهرباء عن مدن باكستانية لفترات وصلت إلى 8 ساعات يوميا، فيما حصلت بعض المناطق الريفية على الكهرباء لنصف يوم فقط.
سلطة إدارة الطوارئ في باكستان من جهتها حذرت من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في المناطق الشمالية بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ما قد يسرع من ذوبان الثلوج، فيما قصدت العائلات في لاهور ثاني أكبر مدن باكستان قصدت أقنية المياه للتبرد. وفي مدينة نيودلهي الهندية الكبيرة وصلت الحرارة إلى 43 درجة مئوية، لتعلن السلطات الهندية بالتزامن أن العديد من محطات الطاقة بقي لديها من الفحم أقل مما يكفيها لمدة يوم واحد. رئيس وزراء نيودلهي من جهته قال إن الوضع في كافة أنحاء الهند بات خطيرا للغاية، محذرا من احتمال انقطاع الكهرباء عن مستشفيات ومترو المدينة. وقطعت ولايات هندية من بينها راجستان وجوجرات وأندرا برادش قطعت الكهرباء عن مناطق صناعية لنقص الفحم في محطات توليد الطاقة، كما ألغت الهند بعض رحلات القطارات سعيا لتجنب أزمة شاملة وفق ما أعلنته بلومبيرج. وبعد تسجيل إصابات بضربات الشمس مؤخرا في مدينة كالكوتا الهندية، قام العديد من المتطوعين بتقديم الماء البارد لركاب وسائل النقل العام تفاديا لوقوع المزيد من ضربات الشمس. فشل رجال الإطفاء في ولاية نيو مكسيكو من السيطرة على أكبر حريق للغابات في الولايات المتحدة الأمريكية والمحتدم بشكل خطير قرب سلسلة من القرى الجبلية. ويقول علماء أن الحريق هو الأكثر تدميرا من بين العشرات في جنوب غرب الولايات المتحدة. وقال مسؤول الإطفاء أنه من المتوقع أن تهب الرياح من الجنوب مما يدفع الحرائق صوب قرى مثل مورا وكذلك مدينة لاس فيغاس التي يبلغ عددها نحو 14,000. إلى الشأن المحلي من جديد، حيث إقبال كبير تشهده الأفران ومحلات الحلويات لشراء مخبوزات العيد باعتباره عادة أصيلة في المجتمع المصري تضفي أضواء من البهجة والسعادة على أجواء الاحتفال. كعك وبسكوت العيد التي تعطر رائحتها أغلب الشوارع المصرية عادات وتقاليد تمسك بها المصريون منذ القدم، والتي لولاها ما عرف المصريون طعم العيد الذي يأتي كل عام بمنتجات جديدة يتفنن فيها الصناع. حالة من الفرحة والسعادة تشهدها الشوارع المصرية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. وأبرز مظاهر تلك الفرحة التجهيز لمخبوزات وكحك العيد كما يطلق عليه المصريون في المحلات والمخابز المختلفة، وداخل أحد مخابز وسط المدينة لخدمة الجمهور الذي يتم تجهيز أشهى وأجمل كحك وبسكوت عيد الفطر المبارك، وذلك قبل أيام قليلة من استقبال الأهالي للعيد هذا العام. وكما رصدت الكاميرا عمليات تجهيز مخبوزات وكحك العيد المختلفة. الأسرة بقى الحاجات اللي متعودين احنا عليها كل سنة، ودي بقى يعني عادة واحنا اتعودنا عليها خلاص يعني. الطبق الأهم والأبرز خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك هو الكحكة، وأنه خلال السنوات الماضية تحولت الأسر لشراء كحك العيد جاهزا، والبعض يفضل أن يقوم بعمله في المنزل. وأساسي طبعا الكحك والبسكويت والبديفور وده أساسي، والأطفال أصلا بيحبوا الحاجات دي وبيعشقوها، والعمايل والتكوس يعني أنا بعمل في البيتيفور في البيت، بس الكحك والبسكويت لازم نجيبه منين. كما أتاحت المخابز طريقة أخرى للتسهيل على المواطنين، وذلك بإحضار المواطن المواد الخاصة بصناعة الكحك والبسكوت ويتم صناعتها بالمخبز. واللي عايز يعمل من بيت بيجيب سمنة بلدي وبيجيب زبدة ونعملها له حضرتك، لو هو عايز سمنة بلدي من عنده، واحنا بنعمل منتجات بالسمنه البلدي، بس هو ايه على حسب العرض اللي بره، هو عايز يجيب الحاجه ويعملها بنعملها له، احنا عايز نعمل حاجه كلها من عندنا بنعملها له كلها من عندنا. الاطفال بتفرحوا بيفرحوا لما بيعملوا الكحك والبسكويت. مشهد النساء والرجال والاطفال المصطفين امام المخبز لاستلام منتجاتهم، وذلك عبر كراتين اعدوها للمحافظه على المنتجات والانتقال بها الى المنازل. الاول كان الاول استجات وبتاعه بتتشال، كانت الحاجه بتتنزر. النهارده لما اعمل حاجتي واحطها في الكرتونه من قلب الفرن، انا هروح عيالي هياكلوا وهم مستريحين. لازم يصحوا من النوم يلاقوا الكحك والبسكوت، الا كده ما يحسوش بالعيد. من ابرز الشواهد على ان صناعه الكحك صناعه مصريه قديمه منذ ما قبل التاريخ، فان هناك صورا مفصله لصناعه كحك العيد في مقابر طيبه ومنفى، من بينها صور على جدران مقبره الوزير رخمي راعه من الاسره الثامنه عشر.
رمضان المطعمي أني. أعلنت الغرفة التجارية طرحة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 30% بالمعرض باسم العيد فرحتنا في محافظة الجيزة، وبالطبع هذا الموضوع منتشر في كافة أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال المبادرات الموجودة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية من خلال الأسواق التجارية. الآن عناوين الأخبار نذكركم بها من جديد. اليوم دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية. قصف روسي مكثف على شرق وجنوب أوكرانيا. الرئيس الكوري الشمالي يهدد مجددا باللجوء إلى السلاح النووي بشكل استباقي. يتم نشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء بعد قليل في جولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. إلى اللقاء.